سلام. نقطة مستقاة من الخصم، لا نزال غير مهزومين. ما الذي افتقر إليه الفريق اليوم للعودة؟ بالفرنسي، اسمع، صحيح أننا معتادون على ذلك. إنها عادة جيدة أن تكون دائما قاهرا ودائما مع فكرة أخذ النقاط الثلاث في زحل. كان الهدف مرة أخرى لهذه المباراة، افتقدناه وليس كثيرا. إذا أردنا الخوض في جانب تطور المباراة، أعتقد أن هذا الشوط الأول تم في اتجاه واحد. أريد أن أقول أين على وجه التحديد ربما كان علينا قتل المباراة. كانت لدينا مواقف في 2-3-0، شيء لم نفعله بسبب عدة أسباب، الإحراج الإلهي، لم نكن جراحيين في الماضي ولسنا قاتلين بما يكفي لهذه المواقف. تمكنا من الحصول على النصف الثاني. نحن نبدأ هذا النصف الثاني مع مثل الفرامل، فرامل اليد، ربما مع فكرة البدء بشكل جيد. بكل بساطة، إنه هذا الشوط الثاني لنرى القليل. لقد قمت بتحليل هذه المباراة لمدة 15 دقيقة و20 دقيقة من الوقت الضعيف وأوقات ضعيفة، حيث كنا نشعر بالحمى على أي حال. وهذا هو المكان الذي التقطت فيه بوركينا فاسو القليل من الزخم والرغبة في الذهاب والتسجيل. لقد تم منحهم تلك الفرصة. تدور أحداث كرة القدم حول الأوقات العصيبة والضعف. لذلك عندما تكون ضد هزيمة قوية، يجب أن تكون جاهزا لتقتل. كان لدينا هذه الفرصة الكبيرة في الشوط الأول. عندما تمر بهذه الأوقات الضعيفة، عليك أن تكون صلبا. يجب أن تكون صلبا جدا. لقد افتقرنا إلى القليل من هذه الصلابة التي كانت لدينا حتى الآن، مما سمح لنا بالحصول على النتيجة التي نعرفها. لذلك إنها نقطة عمل كبيرة حقيقية. عد إلى ذلك، كرة القدم مصنوعة بهذه الطريقة. تريد منا أن نضع الأمور في نصابها بحيث يستمر الطقس والأحداث لفترة أطول ونأمل في كسر المباراة، أي موقف قد يكون لدينا. وعندما نكون في الأوقات الضعيفة فهذا ضروري. يجب أن تكون مرنا وتقليل تلك الأوقات الضعيفة وعكس الاتجاه. نحن بحاجة إلى ما لدينا والذي استغرقنا وقتا طويلا للقيام به. بعد ذلك، خلال آخر 15 أو 20 دقيقة أيضا، وجدنا أنفسنا مرة أخرى نتحكم في اللعبة في المواقف القليلة، لا سيما تلك المتعلقة بلعبة أو مرحلة انتقالية، أو ربما نكون قد واجهنا الحارس وجها لوجه. في التمريرات الأخيرة، التمريرة قبل الأخيرة، افتقرنا إلى الدقة والجودة الفنية. بالمناسبة، يكفي هذا هو محتوى هذه المباراة لا أكثر أو أقل. على وجه التحديد، للتغلب على هذه النواقص، قمت بإجراء 4 تغييرات، مما سمح لنا باستئناف المباراة على الكرات والأهداف، ولكن أيضا حقيقة أن الحكم هو الذي أخذ الدقيقة 87. نعم، لذلك نعلم أننا سنواجه صعوبة دائما مقارنة بالحكم. إنه ليس من هناك. أردت، لقد كررت عدة مرات، إنه ليس جنون العظمة. كل التواريخ تثبت ذلك لنا. لدينا ضغط مستمر من هؤلاء الحكام الذين يقضون وقتهم في الحضور إلى غرف تبديل الملابس لدينا، ولا يمارسون أي ضغط ليأتي ويضيق الجميع. لماذا لا يصفر صافرة عندما يكون هناك تدخل من البداية، منذ بداية المباراة في الدقيقة 10، كلا القدمين إلى الأمام؟ كانت لعبة خطيرة بعيدا عن الأرض، يعطي بطاقة صفراء للخصم. رامي الذي يحمل قميصا يحمل بطاقة صفراء. هل حتى نتمكن من كسر لاعب ونحمل قميصه؟ إنها نفس النتيجة. نحن نعلم كل ذلك. لسوء الحظ، لا يمكن فعل شيء حيال ذلك.
فقد قلها، عليك أن تقولها، لكنها لا تزال كذلك. دائما ما تكون إفريقيا بهذا المعنى، دائما ما تخسر إفريقيا بسبب استمرار الرياح في الماء. يمكننا أن نشرح، إنه مشروع كبير وكبير لام سي اي اف. إذا كانوا يريدون حقا العمل عليها، وإذا كانوا يريدون حقا ضمان احترام كرة القدم الأفريقية دون سرقة، لأن الحكام يفعلون ذلك دون عقاب. وها أنت، هناك أشياء يراها المتفرج وكل الأشياء التي لا يراها. هل قلت كل الضغط الذي وضعوه وراء الكواليس ليأتوا ويرون ويأتوا؟ أخبرتك أن علينا أن نسير في هذا الطريق، علينا أن نسير في هذا الطريق. لدينا، نحن في القارة الأفريقية، لا يوجد شيء يمكننا القيام به حيال ذلك. يجب أن نكون أقوياء جدا في هذا الأمر، ونضمن أن تكون الصفقة ضئيلة جدا جدا كفرصة للحكام لإلحاق الأذى بنا. إنه قليل من الكلام الذي ألقاه اللاعبون، وأحد الأشياء المرضية في هذه المباراة العمل الجاد في خط الوسط إلى الإعداد الذي يشير إلى وجود نقطة جديدة مع رأس الحربة لتسجيل الإهداف والاختيار الذي كان حقا شريان الحياة في هذا الفريق. بن ناصر سريع، لكن يجب أن يكون لديهم الكثير من المباريات معا، فهو يعمل، لكنه يعمل بشكل جيد، واللاعبين الجيدين الذين يشعرون أن كرة القدم بشكل عام كفريق واحد بسهولة تامة. يأخذ رامز المزيد من الثقة ويقوي الجسر العلوي الخاص به عن طريق تسليمه شخصيا، ويأخذ المزيد والمزيد من الوزن في هذا الفريق. هناك أصبحوا أكثر وأكثر راحة. جيد جدا، ذكي جدا في وضع إشعال نار الوسط وأخذ الكرات ودعمهم ومضيقة حامل الكرة واستعادة الكثير من الكرات، وكذلك في الخطوات. ما الذي يحرك اللعبة لقيادة اللعبة بطريقة منخفضة إلى حد ما؟ مع سؤال واحد فقط فيما يتعلق به، لم يتم التدرب عليه خلال الأيام الثلاثة الماضية منذ المباراة ضد جيبوتي، بعد عضوية صغيرة. حجم اللعب الكبير المتاح دائما لإطلاق الكرة لا يخفي المضايقات في التمريرة قبل الأخيرة. لذلك أثناء الضغط انخفض سفيان، وانخفض في نهاية الشوط الأول، وزاد التراجع بسبب الانزعاج الكبير في المقربين. أراد أن يستمر في بداية الشوط الثاني، شعرنا أنه لا يستطيع الاستمرار، لكن هذا كل شيء. دائما فعال وفعال للغاية في المواقف، مع ذكاء لعبته أحيانا فيما يتعلق بتجربته ورغبته وتصميمه. دائما حاضر دائما في اللحظات الحاسمة لتسجيل الأهداف واحترام التعليمات التكتيكية، خاصة عند الضغط، وكيفية الاحتفاظ بالكرات وكيفية تحريك اللعبة أيضا. تابع هذا الشوط الثاني. لكن مهلا، بين سفيان وإسماعيل كان لدينا لاعبان متضائلان، مما يعني أن هذه الفترة قد تكون فارغة، وقد تكون أحد أسباب هذا الوقت الضعيف الذي عانينا منه كثيرا للأسف. Donc entre Sofiane et Ismaël, on a eu deux joueurs quand même diminués, ce qui a fait que voilà, peut-être que cette période creuse est peut-être une des raisons de voilà, de ce temps faible. On espère voilà, dans un endroit où les cas où les conditions sont réunies pour mettre en place un football de qualité. Barakallah.